تكوين 15. بعد كل الحاجات دي كان كلام الرب لإبرام في الرؤيا: ما تخافش يا إبرام، أنا ترس ليك، أجرك كتير جدا. فقال إبرام: يا سيد الرب، تديني إيه وأنا رايح عقيم، واللي حيملك بيتي هو ألعازر الدمشقي. وقال إبرام كمان: أنت مدتنيش خلفة، وهو ابن بيتي حيورثني. فكان كلام الرب ليه: ده ما يورثكش، لكن اللي يخرج من جواك هو يورثك. بعدين خرجوا البرة وقال: بص للسماء وعد النجوم لو قدرت تعدها. وقال له: كده تبقى خلفتك. فآمن بالرب فحسبوا ليه صلاح. وقال له: أنا الرب اللي خرجك من أور الكلدانيين عشان يديك الأرض دي عشان تورثها. فقال: يا سيد الرب، بإيه أعرف إني أورثها؟ فقال له: خد لي عجلة بنت 3 سنين، ومعزة بنت 3 سنين، وكبش ابن 3 سنين، ويمامة وحمامة. فخد دي كلها وشقها من النص، وخلى شق كل واحد قصاد صاحبه، وأما الطير فما شقهوش. فنزلت الطيور الجارحة على الجثث، وكان إبرام بيهشها. ولما بقت الشمس على المغيب وقع على إبرام نوم تقيل وفين ورعب وضلمة عظيمة وقعت عليه. فقال لإبرام: اعرف كويس ان خلفتك هتبقى غريبة في أرض مش بتاعتهم، وحيبقوا عبيد ليهم، فحيذلوهم 400 سنة. بعدين البلد اللي حيستعبدوا ليها أنا ححكم عليها، وبعد كده حيخرجوا بأملاك كتيرة، وأما أنت فهتروح لأبهاتك بسلام وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعوا لي هنا، لأن ذنب الأموريين لسه لحد دلوقتي مش كامل. بعدين غابت الشمس فبقت العتمة، وفين وفرن دخين ومشعل نار بيعدي بين الحتت دي. في اليوم ده قطع الرب مع إبرام عهد وقال: للخلفة بتاعتك أدي الأرض دي من نهر مصر للنهر الكبير، نهر الفرات، القنيين والقنزيين والقدمونيين والحسيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجشيين واليابوسيين.